اوكي، ناخذ اكزامبل اخر. الاكزامبل اللي هو اكزامبل فور ذا بيلو فيجر، فور ذا بيلو فيجر للشكل التالي يعني الموجود في الاسفل. What is the car's displacement? ايش قد الديسبليسمنت مال الكار؟ طبعا رمز لها R. اوكي، المرة يريدها ان بولر، ان بولر نوتيشن. نشوف، فهمتين الفيجر لايك ذس؟ هذا الفيجر هذا عندنا هو الاكس اكسس، هذا عندنا الواي اكسس. اوكي، احنا ايش مطينا هنا؟ مطينا المركبه الار اكس اللي هي يساوي لنا ماينس 40 كيلومتر، ومطينا المركبه العموديه اللي هي سوري اللي هي انا بسميك ماتش بيتر شويه نعدلها. مطينا ال RY هاي RY اللي يساوي نجد 30 كيلومتر. ف displacement المفروض بالبولر، displacement المفروض راح تكون هذا عندنا right should be like this. هذا displacement R. زين وزين بولر نوتيشن لازم be careful، اريد هاي الثيتا، هاي الثيتا. زين اوكي cool. هسه اذا نشتغل، اذا نشتغل طبعا هاي الزاويه راح هي 90 ديجري سنتيغريد رايت. هنا اكو الزاويه اللي هي الفا. اوكي بي كيرفول. المهم فاذا انا عندي شنو ال عندي ريكتانجلر كورد اقدر احوله الى البولر. فاز اوكي السوليوشن راح يصير عندنا لايك ذس. يعني انا عندي ار اكس ار واي لازم احوله الى ماجنتيود ار وثيتا. فالR حسب ما تعلمنا حسب القانون اللي عندنا راح يصير Rx سكوير زائد Ry سكوير رايت. فالR يساوي تحت الجذر عندنا نيجاتيف 40 سكوير بلس 30 سكوير از جونا بي ايش قد؟ صار عندنا 2500. اذا معناته ايش قد عندنا؟ 50 كيلومتر. جود، اريد الزاوية. الزاوية هنا بي كيرفول، المثلث هنا مو على هاي الثيتا، فراح تقول الالفا هنا يساوي لنا دان انفيرس منو المقابل اللي هو ار واي رايت اوفر ار اكس، فيساوي لنا دان انفيرس الار واي عندك شنو 30 على ماينس 40، يعني معناته التان انفيرس للماينس 0.75. اذا معناته ديكها بالحاسبة راح يطلع لي شنو الالفا؟ ماينس 36.9 ديجري. اوكي زين، انا ما اريد الالفا، اريد هاي الثيتا. انا قلت لك بالبدايه اللي تحصل بين الاكس اكسس والفاكتور هاي، انا كلها اذا افتر لهنا هي 180، فاذا 180 ناقصا هاي الزاويه تطلع لي هاي الزاويه اللي هي ثيتا. فاذا الثيتا احصل عندك الالفا زائد ال 180 ديجري، ويساوي ان الالفا عندنا نيجاتيف 36.9 ديجري زائد 180 ديجري، فصارت عندي 143 ديجري. اذا الديسبليسمنت الار راح يصير عندي راح تساوي لنا عندي 50 كيلومتر وبزاويه 143 ديجري. بس ممتاز، خلينا ناخذ اكزامبل اخر. الاكزامبل الاخر يو ار يتكلم معنا، يو ار تولد اخبرته، انت اخبرته تو درايف ان السوق 3.5 كيلومتر
بزاوية 42 يعني باتجاه 42 ديجري راح نروح بهذا الاتجاه 3.5 أمشي ب 42 زين بعد ذلك الدرايف روح as directed by factor وبعدين روح بفاكتر يعني هم اتجاه 4 بناقص 3 شنو هذا كيلومتر هذا شنو عندنا كيلومتر هذا كيلومتر زين المطلوب هنا شنو المطلوب انه what is your resulting displacement ايش قد الازاحة الكلية اللي انت سويتها ان الريكتانجلر نريدها الريكتانجلر ريكتانجلر كوردينيتس اريدها بالريكتانجلر كوردينيتس يعني نوتيشن وايضا نريدها بالبولر نوتيشن بولر نوتيشن او بولر كوردينيتس ذا سيم يعني زين زين هذا السؤال حتى لو ما قال لنا رسم احنا نقدر نرسمه اوكي let's see here solution الفكره انه عندنا هنا like this هذا هو عندنا الاكس اكسس هذا عندنا الواي اكسس اوكي فاول شيء قال لي درايف اوكي الدرايف 3.5 كان ب 42 هذا 3.5 هاي الزاويه هذا الماجنتيود هذا هو 3.5 ار نص ار 3.5 كيلومتر وهاي الثيتا اللي قال لي عليها اللي هي 42 ديجري زين بعد ذلك زين درايف زين درايف شنو؟ دايركتد بهاي 4 بناقص 3 بعدين معناته راح نروح 4 على السيد هذا 1 2 3 هاي 4 ناقص 3 راح يصير عندك 1 2 3 like this هذا عندنا 4 نيجاتيف 3 هذا فاكتور اسمه اي هذا فاكتور اسمه بي اوكي فالديسبليسمنت المفروض اجمعهم كلهم صح ولا مو صح حتى اطلع الديسبليسمنت المفروض اجمع الاي والبي يعطيني الديسبليسمنت بس المشكله عندي شنو المشكله عندي انه هذا الفاكتور هو بولر وهذا الفاكتور شنو ريكتانجلر فما اقدر لازم اما اسوي ريكتانجلر واجمعهم او بولر واجمعهم اوكي فهاي الفكره فاذا الفوق اللي هو اي راح نحوله شنو ريكتانجلر فالريكتانجلر راح يصير عندنا هنا فاحتاج انا الاي اكس الاي اكس قلنا احنا هو ار كوساين الثيتا ويساوينا الار عندنا ايش قد 3.5 كوساين الزاويه 42 ديجري سنتيجريد ديجري عفوا نفس سنتيجريد راح يطلع لي 2.6 كيلومتر جيد الاي واي راح يصير عندنا ار ساين الثيتا ويساوي 3.5 ساين 42 ديجري يطلع لي ايش قد هذه 2 3 4 كيلومتر ممتاز اذا هسه صار عندي انه الاي اللي راح يصير عندنا اي اكس واي واي وصار عندي فعلا يساوي لي 2.6 سوري
2.6 و 2.34 هذا جيز كيلومتر. وعندنا ايضا البي اللي هي بي اكس وبي واي واللي هي 4 رايت 4 نيجاتيف 3 كيلومتر. فاذا اريد اطلع الديسبليسمنت الكليه خلينا نقول الديسبليسمنت الكليه سي نجمعها اي زائد بي راح يصير جمع اعتيادي 2.6 2.34 بلس البي اللي هو 4 نيجاتيف 3 جمع اعتيادي this one نجمع with this one و this one نجمع with this one. فذا displacement سير أحسر عندنا 2.6 plus 4 وعندنا 2.34 negative 3 راح يؤدينا أن C يساوي لنا عندنا 6.6 العفو راح يصير عندنا 6.6 ونيجاتيف 0.66 كيلومتر. اذا انا طلعت لك الديسبليسمنت بمن بالريكتانجل كوردينيت، هسه اريدها بالبولر. زين هسه اذا اريدها بالبولر خلينا نرسمها اول شيء. زين 6.6 اذا نسويها شوي زي اوكي نضرب اوكي Let's see 6.6. This is 1. This is 2, 3, 4, 5, 6. وشوية هنا 6. Okay. Well, negative 0.6 here, يعني. Okay. فرسر عندنا الرسم like this here. Okay. هذا الفكتر الجديد. Yeah, let's see the which is. Okay. هذا الفكتر الجديد. هذا يقرأ لي 6.6. يقرأ لي negative 0.66. يعني معنى آخر معناته لسويت هذا الشيء أنه أدي أنا من هنا هذا من هنا هذا من هو أدي الـ Rx وليساوي لي 6.6 ومن هنا لعفو أدي الـ Ry واللي يساوي خلنا نسوي بغير الكلر من هنا أدي الـ Ry واللي يساوي لي نيجاتيف 0.66. اوكي هنمسح هذا. زين خلي بالك اذا لازم اعرف الار ايش قد هنا. اوكي اذا لازم اعرف الار واعرف مو بس الار خلنا ناخذ جرين اذا اكو هنا جرين. اوكي لازم اعرف الثيتا اللي هي منا. اوكي سلكتد. اوكي الثيتا اللي هي سوري بدي سلكت. اوكي المفروض الثيتا منا لهنا ثيتا يلا اقدر اتسوي بولا. هاي الزاوية هنا الفا اذا تريد تشتغل عليها. اوكي اذا نحتاج نحسب الار. الار راح يصير عندنا تحت الجذر ار اكس سكوير زائد ار واي سكوير. فار يساوي تحت الجذر الار اكس عندك شنو 6.6 تربيع بلس نيجاتيف 0.66 تربيع. اوكي اذا الار يطلع لي منه هاو ماتش سوري ممكن مباشره بالكالكوليتر يطلع عندي 6.6 هلا يطلع عندي 6.6 كيلومتر. جيد يراد لي الزاويه. الزاويه هنا تقرا الفا تان انفرس تان انفرس المقابل اللي هو ار واي على المجاور اللي هو ار اكس. فصار عندك tan inverse المن اللي هو ال ry negative 0.66 over شنو 6.6. اوكي واضح. وتطلع عند الزاويه here اذا الف راح تطلع لي negative 5.71 ديجري. احنا مثل ما قلت لك ما تفيدنا الالف تفيدني الزاويه المنه هنا. شلون اطلع هاي ال 360 اطرح من يم هاي. فاذا راح يصير عندنا الثيتا راح يصير عندي انه الفا زائد 360 ديجري راح يصير عندنا نيجاتيف 571 ديجري بلس 360 ديجري راح تطلع لي الثيتا. الثيتا راح تطلع لي 354.3 ديجري. اذا استحول عندي بالبولر راح يصير عندي الديسبليسمنت السي راح يصير عندي
الماجنتيود 6.6 كيلومتر والزاوية 3.54.3 ديجري. اوكي؟ That's it. Thank you for your watching. But I'll stop here.